ردد ينزل لها تحديث دي ال اس اس وانا ما ادري. افا السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم اليوم في مقطع جديد بعد انقطاع اكيد لاني كنت مسافر. اللي متابعني في الانستغرام الخاص او تويتر يعرف وين كنت رايح، وهذه بعض اللقطات اللي ما يدري وين. نعم اخذت لي بريك وسافرت والحين رجعت لكم وراح يكون في سفرة ثانية، بس المهم اليوم راح اتكلم عن تجربتي للعبة Red Dead Redemption 2 خاص في تحديث البي سي في تقنية انفيديا دي ال اس اس. من اول ما سمعت ان الميزة جاية للعبة احبها واعشق الجرافيكس وسويت مقطع سابق اذا تذكرون، حبيت اشوفها بتحسين أكثر مع DLSS. فاليوم راح أجرب لكم تقنية DLSS مع لعبة Red Dead Redemption. هل في تغيير واضح؟ هل في مميزات؟ هل في عيوب؟ تعالوا نشوف في هذا المقطع وأتمنى يعجبكم تستمتعون فيه. طبعا هذا نسخة البي سي، وأحب أنوه أن دقة المقطع بال4K علشان فعلا تشوف التحليل والجرافيكس أفضل. حاول تشغل على 4K TV عندك في البيت أو موبايل، وخلونا نبدأ. قبل ما نبدأ يا شباب حبيت أبلغكم أنه كان في عيدية لكم لكن تأخرت شوي. المهم أنه بيكون في giveaway عدد iPhone 12 بالتعاون مع KFC Gaming. ما قصروا في هذا الإهداء لمتابعين جيمر سناك. كل اللي عليكم تشاركون وفالكم الفوز ويوصل لكم الآيفون وين ما تكونون. طبعا جزأت لكم giveaway راح يكون 2، واحد في الإنستغرام وواحد في تويتر. وين ما تبي تشارك براحتك أو تبي تشارك فيهم كلهم ما عندك مشكلة. الشروط جدا سهلة، تعيد التغريدة في تويتر وتتابع الحسابين، أو في الإنستغرام تسوي منشن لشخصين وتتابع الحسابات المذكورة. حطيت لكم روابط الجيفاوي تقدرون تروحون تشاركون، لكن لا تنسون هذا المقطع، تابعوا وشاركوا بعدين. أول شيء خلونا نعطيكم نبذة بسيطة عن الخاصية اللي نتكلم عنها في هذا المقطع. هي من انفيديا DLSS، أكيد البعض عارفها لأني شرحتها في مقاطع سابقة. واللي ما عرفها باختصار، DLSS ككلمة تعني Deep Learning Super Sampling. ما عليكم من المختصر هذا أو الكلمة، المهم أن تعرفون أن هذه تقنية ذكاء اصطناعي. شنو تسوي في الألعاب؟ هدف هذه الميزة انها تزيد الاطارات وتحسين جودة الصورة بكرتك بدون ما تزيد اي قطع في الهاردوير او حتى تعدل على الخيارات عندك في السيتنج اللعبة. على سبيل المثال عندك لعبة معينة مضبط اعداداتك وكل قدرة جهازك كهاردوير وعطاك 40 فريم على اللعبة، وهذا اقصى شيء ممكن تحصله. فباختصار الميزة تعطيك فريمز اكثر بدون ما تغير الاعدادات، تحافظ على الريزولوشن اللي انت تحبه وقطع جهازك مثل ما هي، لكن تعطيك اطارات اكثر. فعلا تقنية سحرية مثل ما هم ذكروها ماجيكال انها تغير هالامور، وبنشوفها اليوم في اقوى لعبة رسومية بالنسبة لي Red Dead Redemption، ونشوف التفاصيل اللي فيها. اول شيء احب انوه على نقطة مهمة، ميزة DLSS راح يستفيد منها اكثر اللي عندهم كروت اقل من 3090. كل ما قل كرتك راح تستفيد من هذه الميزة، لأن أكيد بالتالي كرتك ما راح يعطيك إطارات عالية، فهذه راح تعطيه بوش أكثر. لكن إذا كرتك قوي جدا ممكن الفروقات بسيطة، وهذا للأسف اللي ممكن نشوفه في المقطع، ما راح يكون في فروقات واضحة جدا، لأن الكرت ما شاء الله قادر إنه يشغل اللعبة على إطارات عالية وبجودة جدا عالية. المهم لا تنسوا تحطون 4K على المقطع ونشوف الحين مع بعض. اول شيء ببدا مع تجاربي الشخصيه والمقارنات اللي انا سويتها بنفسي، وبعدين بشغل لكم البنش مارك على ال 4K TAA بالاضافه للبيرفورمانس مود على DLSS ونشوف نتائج البنش مارك، لكن اخر الفيديو. الحين بوريكم الاشياء اللي انا سويتها بنفسي. خلونا الحين نستبعد المشاهد السينمائيه لانها ببساطه شغاله باطارات جدا عاليه وثابته ووضوح ودقه ممتازه، فمواضيع اللي هو الكاتسين وهالامور دائما بتشوفها بشكل حلو مهما كان كرتك او خلينا نقول الكروت الجديده على الاقل، خصوصا في لعبه Red Dead، فما راح يكون مقياس قوي جدا في موضوع الكاتسين. Can I drive? Nope. الحين ناخذ لقطه مباشره مقارنه بين ال 4K النيتف TAA مع ال DLSS لما افعلها. مثل ما تشوفون صعب ان نلاحظ الفروقات، لكن ممكن لو تدقق بنفسك بتشوف بعض الفروقات، لان ال DLSS يخفي بعض التفاصيل اللي ممكن انت ما تلاحظها وقت الجيم بلاي، لكن في المقابل مثل ما ذكرت يعطيك اطارات اعلى. هذه مثل ما تشوفون لقطة في الفوتو مود، ايضا احب انوه ان الكرت في الحالتين مشغل اللعبة بشكل ممتاز، صعب انك تلاحظ، لكن الدي ال اس اس هني حسيت انه يقلل بعض التفاصيل في الظل والاشجار وبتكلم عنها اكثر. نفس الشيء في موضوع المسافات، صعب ان نلاحظ الفروقات، لكن هذه الميزة راح ترفع لك الاطارات. يمكن الحين انتم لو تشوفون الصورة مع بعض او بجانب بعض بتحسون بالفرق من مجرد الرؤية. لو كنت مشغل المقطع على اعلى دقة بتشوف تسارع اللقطة او سلاستها وين اكثر.
وهذه اللقطة حاولت أقارن استقرار الصورة أكثر مع الدقة. طبعا استبعدت أرقام الفريم عشان ما تشتت انتباهكم، فأنتوا تركزون الحين على اللقطتين وتشوفون أي واحدة شغالة بشكل سلس أكثر. أحب أذكر أن نفس القطع البي سي ونفس السيتنجز كلهم على 4K وألترا، لكن هني عندنا DLSS وهني بدون DLSS، وأنتوا تلاحظون الفرق ما بينهم من ناحية سلاسة الصورة. لكن لا تخافون، بعد شوي بوريكم موضوع الفريمات وين ممكن يوصل. وفي هذه اللقطة نشوف سكة الحديد، لأن دائما الخطوط المستقيمة يبين فيها بعض العيوب أو الملاحظات حسب المود اللي انت حاطه. فلما نشوف اللقطتين ممكن تلاحظون بعض التكسير أو ضياع تفاصيل في DLSS. أحب أنوه أنه فعلا راح تفقد بعض الأمور، لكن بالمقابل بتحصل إطارات أكثر. أيضا هذه اللقطة قلت خلوني أثبت أسلاك وعمود الكهرباء ونشوف الفروقات ما بينهم. نفس الشيء أقولكم ما تلاحظون الفرق، لكن وقت الشاشة وأنا ألعب راح يكون في بعض الفروقات البسيطة، أكيد اليوتيوب راح يضيعها، لكن الحين بوريكم أكثر نماذج بتعطيك الفرق ما بينهم. وإذا حبينا نشوف لقطة تسارع في السبرنت راح تشوفون فرق الصورة شلون أي وحدة أو أي نمط مرتاح أكثر من سلاسة الصورة، فهذا اللاعب اللي راح يستقبله بعيونه ويستمتع في السرعة. مثل ما ذكرت، إذا كان يحكم كرتك أو السيتنجز اللي عندك في إطارات معينة راح يكون في بوش من DLSS فترتاح أكثر في الصورة وتعطيك إطارات أسرع. فهني تقريبا هذه المقارنة ممكن توضح لكم هذا الشيء. طيب الحين نتكلم عن المميزات والعيوب. اول شيء بنتكلم عن المميزات. DLSS فيه مميزات ثلاثه تقريبا اللي انا لاحظتهم من تجربتي الشخصيه. اولا عندك اكثر من نمط، عندك كواليتي اللي هو الكواليتي مود لجوده الرسوم، اذا انت تحب تحافظ على التفاصيل لكن يعطيك دفعه بسيطه في الاطارات تحط الكواليتي، تبي يكون شيء متوازن عندك نمط البالانس اللي يحاول يوازن بين الاثنين. عندك البيرفورمانس اللي هو يحبون السرعة تستخدمون هذا النمط، وإذا أنت تحب السرعة العالية في الشوتر وتبي تلف بشكل سريع وانت مرتاح تحط على الألترا بيرفورمانس لأنه بيعطيك أعلى إطارات. فهذا الشيء بحد ذاته ميزة في DLSS، أن عندك أربع اختيارات تختار ما بينهم، فالخيارات هي تقريبا الميزة رقم واحد. ثاني ميزة مهمة جدا، بعض الناس يحب لعبة معينة لكن البي سي عنده حاكر في إطارات معينة ما يقدر يزيد، إذا زاد راح يخرب اللعبة عليه والإعدادات راح يكون فيها معاناة. فDLSS ما راح يخليك تحتاج ان تغير الهاردوير ولا تحتاج تعدل السيتنجز علشان تاخذ اطارات اعلى، فهذا بحد ذاته ميزه ثانيه انه يعطيك اطارات اعلى على وضعك اللي عندك، البي سي مالك نفسه والاعدادات اللي انت تحبها. بالنسبه لثالث ميزه ماني متاكد منها صراحه، لكن لاحظتها في الارقام اللي شفتها، DLSS لما تفعله راح يكون اقل من ناحيه استخدام معالجه الهاردوير من ناحيه الجرافيكس كارد، وحتى الحراره اقل. بتقولون لي ليش؟ لان DLSS مثل ما ذكرت تستغني عن بعض التفاصيل الغير مهمه او البعيده، وبالتالي بيكون البيانات اللي تمر في معالج الجرافيكس كارد اقل. فهني بنقول ان DLSS ممكن تخلي يعني احتياج للطاقه اللي هو الحراره او موضوع المعالجه اقل، فهي تريح الجهاز وتعطي اطارات اعلى. تعال يا حبيبي، DLSS مو بس مميزات، خلونا نشوف شنو عيوب DLSS. اول شيء عيب موضوع التفاصيل، وهذا حسب اللعبه للامانه، ممكن بتحديثات تعدل ما ادري. المهم انه لما تشغل DLSS كثر ما تعطي الترا بيرفورمانس وتبي اطارات يعني عاليه، بالمقابل يا حبيبي راح تفقد بعض التفاصيل. نفس الشيء بصعب منكم تلاحظون هذا الشيء، لكن انا لاحظته وشفت اشجار شكلها مزعج، الشعر مثلا ارثر او الحصان راح يكون فيه تفاصيل تفقدها فعليا. احاول هني بهاللقطة اقارن اوريكم الفرق بين ضياع التفاصيل، لكن يمكن ما يبين معاكم. فDLSS لازم تحطون في بالكم انه يضيع بعض التفاصيل لو انت حريص ودقيق زيادة عن اللزوم. بالنسبة لثاني عيب لاحظتها، انه احيانا ونادر جدا للامانة صار معاي بعض الجلتشات في موضوع الاضاءة واطراف الاشياء، ما لاحظتها ما قدرت اكبتشرها صراحة، بس صارت معاي للامانة بعض الجلتشات في الجرافيكس. فDLSS لما تكون مفعلة توقع انك ممكن تشوف بعض الاخطاء الرسومية، لكن هذا الشيء يعني مع التحديثات يتعدل. اهم شيء انه مو شيء خلاص ثابت، نفس العاب ثانية نزل لها DLSS بعدين نزل فيرجن ثاني وتحدث وصار افضل، لكن حاليا في بعض الجلتشات. لكن علشان اكون حقاني للامانه، DLSS عجبني في موضوع الاكشن، لما تشغل لك مثل القتال اللي تشوفونه حاليا على الـ4K وكل شيء الترا، وكانت الاطارات تطيح بالاربعينات للامانه بدون DLSS، لكن لما حطيت DLSS ثبتت الاطارات على 60 مرتاح. طبعا 60 لان شاشتي الحاليه اللي جربت عليها كانت بس تعطيك 60 مع الـ4K، لكن في شاشه ثانيه الحين بوريكم وين وصلت الاطارات. you
طبعا حسب انفتاح الاطارات لما تحط الديسبلاي بورت على 2K تقدر ترفع الاطارات بالمئة بالراحه، 100 100 او شيء ما عندك مشكله. فاللعبه ممكن تعطيك اطارات عاليه والدي ال اس اس دائما بيسوي لك بوش. طبعا في رسمه كامله من انفيديا مثل ما تشوفون الكروت، حاطين لك الكروت وكل واحد شنو راح يعطيك اطارات اكثر على ريد ديد ريدمشن. طبعا هذه الرسمه او البيان هذا اللي تشوفونه رسمي من انفيديا نفسهم. ما لقيت كرت 3090 لان هذا الكرت مشغل اللعبه مرتاح حتى بدون الدي ال اس اس وعلى اطارات عاليه. فهني مشكلتي انا مع هذه المقارنه ان الكرت اللي عندي يعني يعتبرنا اقوى من الدي ال اس اس بكبره، فمو حاطينه اصلا بالباراجراف هذا او الجرافت هذا ما يسمونه مو موجود هني. لكن هذه تقريبا حسب كرتك بتشوف شنو الاطارات اللي ممكن تحصلها مع هذا التحديث. ايضا في بعض اللقطات زياده حبيت استعرضها لكم هني، تشوفون مقارنه في المشي بهدوء وانتوا لاحظوا ايه الافضل بدون دي ال اس اس او مع الدي ال اس اس. ايضا عندنا استداره الكاميرا، لما اخذ الماوس تقدر تلفها بشكل خيالي، لكن انا احب العب ردد على الكنترولر يكون مستقر اكثر. فعندك هني يعني لما يكون عندك شغاله الميزه ما عندك مشكله في اطارات تقدر تطير فيها بالراحه. اما الحين ننتقل لموضوع البنش مارك. طبعا البنش مارك هو النتائج او الاختبار اللي تسوي الالعاب فيها، فانت تشغل وبس تهد التحكم خلاص راح يمشي في لقطات في ممرات واكشن وغيره وكذا، بعدين يعطيك اللي هي الخلاصه كم فريم صار معاك في الحالتين. فالحين هذا مثل ما تشوفون عندنا الاختبارين، طبعا دي ال اس اس او بدون دي ال اس اس، صار في دروب بسيط في النتائج اوريكم اياه الحين، لكن خلونا نشوف شوي اللقطات مع البنش مارك وشلون استقرار الصوره في النمطين. نلاحظ ان في 4K تطيح الفريمات فعليا في بعض الاماكن، لكن مع الدي ال اس اس ثبت لك الاطارات على 60 وحافظ عليها. فهذه واحده من الاشياء اللي ذكرتها في المميزات، انه يحافظ على الاطارات قدر الامكان او يثبتها على 60. مثل ما تشوفون هذه نتائج البنش مارك بالدي ال اس اس او بدون دي ال اس اس. طبعا الفريمات يعطيك المينيمم والافرج والالترا. عشان اكون حقاني، الدروب اللي صار تشوفونه في الدي ال اس اس كان جزء من الثانيه، لكن يكون محسوب ويتسجل عليه. ممكن الخطا هذا يكون في هاردوير او حراره او شيء ما ادري صراحه، لكن النتائج مبينه بشكل واضح ان مع الدي ال اس اس اللعبه راح تعطي الاداء الافضل. المهم خلاصه الكلام، دي ال اس اس هذه الميزه انا اتمنى ان انفيديا تحاول تحطها في كل الالعاب. نبي نشوف الالعاب تستقر اكثر ترتاح والناس كلها تستمتع بالالعاب بدون ما تسوي ابجريد على الهاردوير او تضحي في بعض السيتنجز. خلوا الناس كلها تلعب على الترا جرافيكس على احسن شيء بدون ما يضحون او يروحون يدفعون اكثر على فلوسهم. فشيء حلو ان نشوف شلون الصناعه والبرمجيات شلون صارت انها تقدم لك اداء ممتاز بدون ما تعدل الهاردوير اللي عندك او حتى موضوع السيتنجز تضحي فيهم. فباختصار هذه كانت تجربتي لريد ديد ريدمشن مع تحليل الجرافيكس في تحديث الدي ال اس اس. اتمنى عجبكم المقطع، اتمنى استمتعتوا فيه، ولو ان يمكن كثير منكم ما يلعب ريد ديد على البي سي، لكن ابي اشوف رايكم بشكل عام. واهم شيء انكم استمتعتوا في المناظر الموجوده في المقارنه فيني في المقطع، واعطوني رايكم بشكل عام. واشكركم وان شاء الله اشوفكم في مقاطع ثانيه. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامه.